يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله ويعهد إليكم ويأمركم في شأن ميراث أولادكم ذكورا وإناثا وفي ذلك أعظم دليل على أن الله عز وجل أرحم بعباده من آبائهم وأمهاتهم بل هو أرحم بهم من أنفسهم فالحذر كل الحذر أيها الآباء والأمهات من تفضيل أحد من الأولاد على أحد بكتابة شيء من الميراث لا يستحقه أخي الكريم أختي الكريمة الوصية من الله عز وجل فليس لنا إلا الامتثال والتسليم والتنفيذ بكل دقة والحذر كل الحذر من مخالفة تلك الوصية للذكر مثل حظ الأنثيين إذا مات أحد منكم وترك أولادا ذكورا وإناثا ولم يكن له وارث غيرهم فللذكر منهم مثل نصيب الأنثيين وهل في ذلك ظلم كما يدعي البعض حاشا لله أن يظلم أحدا مثقال ذرة فالله عز وجل أعطى للذكر على قدر المسؤوليات التي تقع على عاتقه فالله عز وجل خلق الذكر والأنثى ليتكاملا وليس الذكر كالأنثى فإن مات أحد وليس عنده وارث إلا ابن وبنت فللبنت سهم وللابن سهمين وعلى سبيل المثال لو كانت التركة 6000 ريال كم نعطي للابن وكم نعطي للبنت في هذه الحالة يكون للذكر مثل حظ الأنثيين فنعطي للذكر 4000 وللبنت 2000 طيب خلونا نصعبها شوية ماذا إن مات أحد وترك ابنين وبنتين وميراث قدره 6000 في هذه الحالة نعطي لكل ابن سهمين ولكل بنت سهم واحد فيكون لكل ابن 2000 ولكل بنت 1001 فماذا إن لم يكن للمتوفى أبناء ذكور وكان عنده بنات فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فإن مات أحد وترك 3 بنات أو أكثر ولم يكن عنده ولد فلهن الثلثان مما ترك فإن مات أحد وترك 4 بنات وأخ شقيق وترك مقدارها 6000 يكون للبنات مجتمعات 4000 وللأخ الشقيق 2000 وماذا إن مات أحد ولم يترك إلا ابنة وحيدة وإن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت ابنة واحدة فلها النصف بشرط عدم وجود ابن فإن مات أحد وترك ابنة وحيدة وثلاث أخوة أشقاء وترك مقدارها 6000 فماذا لكل واحد منهم في هذه الحالة ترث الابن الوحيد النصف أي 3000 والباقي للأخوة الأشقاء بالتساوي أي لكل أخ 1000 ولكن مع الأسف الشديد هناك من الآباء والأمهات من يتحايل على حكم الله ويكتب كل شيء لبنته أو بناته قبل أن يموت وقد فعل ذلك حتى لا يشاركهن أحد في الميراث فعشنا يتيمات وحيدات بلا عصبة ولا ظهر ولا سند وبئس المال الذي يكون سببا في قطع الأرحام في الآية الكريمة ذكر الله عز وجل ميراث الابنة الوحيدة وما فوق اثنتين فماذا إن كن اثنتين هناك رأيان الرأي الأول قال به الصحابة والتابعين وجمهور العلماء وهو أن للبنتين حكم ما فوق اثنتين فلهن الثلثين أما القول الثاني فهو قول ضعيف وهو أن لهن النصف مات أحد وترك ابنتين وعم
فماذا للبنتين وماذا للعم؟ في هذه الحالة يكون للبنتين الثلثين أي 4000، ويكون للعم 2000. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف وماذا للأبوين من الميراث؟ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس. هناك ثلاثة أحوال، أول حالة إن كان له ولد ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، يعني ولوالدي الميت لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد ذكرا أو أنثى واحدا أو أكثر. وخلونا ناخد مثال للتوضيح، مات وترك أب وأم وابن وابنتين وترك مقدارها 6000، في هذه الحالة يكون للأم السدس وللأب السدس أي للأم 1000 وللأب 1000، والباقي 4000 يقسم بين الأبناء للذكر مثل حظ الأنثيين فيعطى للابن 2000 ولكل بنت 1000. فماذا إن لم يكن له ولد؟ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث والباقي يعطى لأبيه أي الثلثين. فلو مات المتوفى وترك أب وأم ولم يترك أبناء فللأم الثلث أي 2000 والباقي للأبي أي له 4000. أما الحالة الثالثة والأخيرة فإن كان للمتوفى إخوة أشقاء 2 أو أكثر، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. فإن كان للميت إخوة 2 أو أكثر ذكورا أو إناثا فلأمه السدس فرضا، وللأب الباقي تعصيبا ولا شيء للإخوة. فإن مات أحد وترك أب وأم وثلاث إخوة أشقاء وترك مقدارها 6000، فماذا لكل منهم؟ في هذه الحالة يكون للأم السدس فرضا أي لها 1000، والباقي للأب تعصيبا أي له 5000، ولا شيء للإخوة الأشقاء. وماذا إن مات عن أم وأخوين شقيقين وترك مقدارها 6000؟ في هذه الحالة تأخذ الأم السدس فرضا أي 1000، وما يتبقى يقسم بين الأخوين الشقيقين بالتساوي. أخي الكريم، أختي الكريمة، لتثبيت المعلومات أرجو أن تجيبوا على تلك الأسئلة. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك
وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. من بعد وصيته يوصي بها أو دين، وهذا التقسيم للتركة إنما يكون بعد إخراج وصية الميت في حدود الثلث أو إخراج ما عليه من دين. طيب في الترتيب، هل الدين مقدم على الوصية أم أن الوصية مقدمة على الدين؟ بكل تأكيد الدين مقدم على الوصية، ويجب أن يبادر أهل المتوفى على تسديد جميع الديون قبل الدفن، فالدين شأنه عند الله عظيم لأنه مرتبط بحقوق العباد. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك الإنسان الدنيا وعليه دين، أو على أقل تقدير لا يحرص على قضائه. مات رجل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فجهزه أصحابه بالغسل والتطيب والتكفين، ثم أتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه صلاة الجنازة، فخطى الرسول صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، ثم قال: أعليه دين؟ فأجابوا: ديناران. فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو قتادة: الديناران علي، يقصد بذلك أنه سيتحملهما عن الميت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الغريم وبريء الميت منهما. فقال أبو قتادة رضي الله عنه: نعم. وأكد تحمله للدين، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على الميت. أخي الكريم، أختي الكريمة، سارعوا لسداد جميع الديون قبل أن تغادروا تلك الدنيا الحقيرة. ومن كان عليه ديون ولا يستطيع الوفاء بها لفقر شديد أو عجز، فإن الله عز وجل أرحم به من نفسه بشرط أن يسعى لسداد ديونه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. ذلك للدين. فماذا عن الوصية؟ عاد النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه في مرض شديد أشرف فيه على الموت، وكان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ذو مال وفير، وليس عنده إلا ابنة وحيدة، فأراد أن يوصي. فقال سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فأتصدق بشطره؟ قال: الثلث يا سعد، والثلث كثير، إنك إن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وبكده نكون عرفنا أن الوصية يجب ألا تزيد عن الثلث. وهناك شرط آخر: لا وصية لوارث آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. آباؤكم وأبناؤكم الذين فرض لهم الإرث لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا في دنياكم وأخراكم، فلا تفضلوا واحدا منهم على الآخر. بالطبع للإنسان في حياته أن يتصرف في ماله كيفما يشاء، فإن رأى مثلا أن هناك ابن أو ابنة في حاجة إلى المساعدة فليساعد، ولكن ليراعي العدل دائما بين الأخوة، فلا بد من العدل والحكمة
حتى لا يكون سببا في قطيعة الأرحام بين الأخوة بعد مماته، فإن شارف على الموت فليراجع حساباته فيسدد جميع الديون ويوصي في حدود الثلث، والثلث كثير، وليدع الأمور كما أراد الله عز وجل في أحكام المواريث فريضة من الله. هذا الذي أوصيتكم به مفروض من الله عز وجل. إن الله كان عليما حكيما. إن الله كان عليما بخلقه حكيما فيما شرعه لهم. جزاكم الله خيرا. من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما.